احنا معانا دلوقتي عبر زوم رئيس قنوات ابو ظبي الرياضيه السيد يعقوب السعدي، العلامه المميزه جدا في الاعلام الرياضي الاماراتي والعربي. برحب بك ابو نواف. شكرا استاذه سهام، سعيد بوجودي معك وسعيد بوجودي مع الكابتن هاني رمزي الاسطوره. حبيبي ربنا يخليك. المدافع العظيم هاني رمزي، سعيد اني اكون معاكم في اسم جميل جدا، البيت الكبير، برنامج يصلح انه يكون رياضي اجتماعي فني، يعبر عن الاهداف الاهلاويه الجميله. بصراحه احنا سعداء بحضرتك جدا، مش بس كاعلامي على المستوى العربي، اعلامي متالق، لكن كمان على مستوى المهني والمستوى اللي حضرتك بتقدمه. كل اي واحد تساله في الشارع اول ما يقول يعني الاستاذ يعقوب السعدي على طول، يعني كميه الحب والتقدير لحضرتك هنا في مصر على مستوى كبير جدا جدا، وده من خلالك ومن خلال كل ما تقوم به من تقديم اعلام محترم واعلام يليق ب مش بس المواطن الاماراتي لكن المواطن العربي بشكل عام. ومن هنا اخذ حضرتك لمباراه ان شاء الله بكره، واعرف من حضرتك يعني مباراه تاريخيه بهذا الحجم الكبير جدا جدا، واكيد حضرتك هتقوم بتغطيه اكتر من رائعه زي ما متعودين دايما في ابو ظبي الرياضيه، لكن حضرتك عشت الاجواء ديت من خلال اقامه مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في بعض العديد من المناسبات في طبعا الدوله الشقيقه الامارات. الاجواء دي كنت عايشها ازاي، وبتقارنها ازاي باجواء ليله مباراه القمه التاريخيه في تشامبيونز ليج الافريقي يا استاذ يعقوب؟ شوف كابتن هاني واستاذ سهام، يعني انا اكيد عايشت الاهلي والزمالك وتابعهم من فترات طويله، وتشرفت اني غطيت لماتشات للاهلي والزمالك. طبعا الاهلي والزمالك من اروع الدربيات على مستوى العالم، ليس على مستوى الوطن العربي فقط. لكن طبعا كابتن هاني، ماتش بكره مختلف تماما عن الماتشات اللي كانت قبل. صحيح. الماتش ده ما كانش يعني ده لاول مره يصير على نهائي كاس افريقيا، يعني الوضع مختلف تماما، مختلف في اللقب، مختلف في الجوائز، مختلف في وضعيه الفريقين دلوقتي. ماتش كل الحاجات اللي موجوده فيه مختلفه تماما، يعني فبالتالي اهتمام كبير بالمباراة هذه. المباراة نتمنى أن تليق بمستوى الفريقين، أن تعكس مصر كحضارة، تعكس مصر كصورة مبهجة لكل العالم، ليس فقط للوطن العربي. طبعا لا للتعصب، هذه المبادرة كانت جميلة جدا من وزارة الشباب والرياضة، وأتصور الأيام القليلة الماضية تم تكريسها بشكل جميل جدا. في النهاية هي مصر الأم، هي الهدف مصر، يعني أهلي وزمالك نعم من مصر، لكن في النهاية الهدف هو إبراز اسم مصر للعالم. هو مصر الكسبانة في اللقاء دوت، يعني هي مصر، اسم مصر هو الكسبان في النهاية أيا كان. صح. من الفائز أكيد كل أهلاوي يتمنى النادي الأهلي، وأكيد كل زملكاوي يتمنى نادي الزمالك، لكن خلينا نقول إن شاء الله هو الكسبان من هذه المباراة إن شاء الله يكون اسم مصر على مستوى التنظيم، أكيد. على مستوى كمان الأجواء خلال المباراة ومن بعد المباراة، وأكيد كلنا نتمنى النادي الأهلي يكون صاحب إن شاء الله البطولة الغالية علينا يا رب. إن شاء الله. بس أستاذ يعقوب، يعني يمكن لقاء الأهلي والزمالك أقيم أكثر من مرة في الإمارات، فأنا عارفة أنه حضرتك طبعا يعني كنت من تدير يعني هذه اللقاءات طبعا، وبصوتك المميز وبالتغطية المميزة في قناة أبو ظبي، كلمنا عن الأجواء دي. الأجواء حلوة سهام، الأجواء ممتعة، جو كورة خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، تنافس بشكل جميل جدا. أنا أتمنى في نهاية اليوم أن التحدي، وأن أكيد زي ما قال الكابتن هاني، كل مشجع يطمح أن فريقه هو اللي يفوز، بس في النهاية أنه يكون تخرج المباراة بتنافس مميز. الأهلي والزمالك سهام، من يوم بدت من أول لقاء بينهم في 1917، الأهلي والزمالك مباراة
كل مباراة فيها حتى لو مباراة ودية هي مباراة تاريخية. صحيح. فالمباراة دي يعني ما المفروض ولا حد يفوتها، يعني حتى لو ما يحبش الفريقين بس المباراة دي ما تفوتش، يعني لازم لازم الكورة بيقعد يتابع. طبعا طبعا، فما بالك مباراة على كأس أفريقيا يعني، وفي الوقت يعني، وفريقين هم الأعظم في أفريقيا من حيث العدد، عدد المرات يعني 8 مرات الأهلي، 5 مرات الزمالك، يعني الاثنين أرقام قياسية بالنسبة لهم في البطولة. أكيد أرقام قياسية، منتظرين بكرة إن شاء الله زي ما حضرتك بتقول مباراة قمة على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيم إن شاء الله. وبما انك طبعا استاذ يعقوب كمان من الناس اللي بتحب الكوره وكمان عندك تحاليل فنيه رائعه في كره القدم، نحب برضو نعرف رؤيتك الفنيه من خلال لقاء النادي الاهلي والزمالك بكره، شايف المباراه فنيا ازاي؟ والله يا كابتن يعني انا فنيا مش 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 قادر افوز عليك فنيا، يعني ماتش الاهلي والزمالك ملوش علاقه فنيه. عندك كل حاجه تختلف، عندك كل حاجه في الديربي تختلف، ملهاش علاقه. انت تكون في افضل وقت ليك تيجي الماتش، ما الامور كلها تختلف. صحيح، يعني الماتشات اللي زي ديت بيكون حتى لما بنسال ضيوفنا بالظبط، نسال ضيوفنا على مستوى الخبرات التدريبيه، يجي عند مباراه النادي الاهلي والزمالك يقول لك ستوب، انا ما عنديش توقعات، ممكن نحلل اداء فني، لكن المباراه كل مباراه الاهلي والزمالك بتخرج بشكل مختلف عن كل التوقعات وكل التصورات الفنيه يعني. وصعبه على كل الفريقين كابتن، صعبه على الفريقين أكيد. يعني اكيد أكيد صح. أكيد. لو حابب دلوقتي توجه يعني كلمة للفريق وللعيبة وللجمهور كمان، تحب تقول لهم إيه؟ أوجه للفريقين بصراحة إنه يظهروا بشكل مميز في المباراة، وزي ما قلت سهام في البداية، مطلوب من اللاعبين لاعبي الفريقين إنهم يقدموا أول شيء مستوى فني يليق باسم مصر. ثاني حاجة التصرفات، لازم كل واحد يكون تركيزه فقط على المباراة فقط، وليس شيء آخر. نتمنى أن المباراة تخرج بشكل مميز. في النهاية لازم كل فريق يرضى بالنتيجة، يعني أكيد في فائز وفي خسران بكرة، ودي كرة القدم ودي الرياضة، يعني اي فريق فيها لازم غالب ومغلوب لازم يرضى بالواقع. اهم حاجه ان المباراه تخرج بشكل مميز وترضي كل طموحات الناس اللي يتابعوا المباراه. طبعا اكيد اكيد نتمنى دوت على مستوى اللاعبين، وكمان رساله لحضرتك على المستوى الجماهيري. حضرتك اكيد متابع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ونوع وزي ما حضرتك قلت الدكتور اشرف صبحي والدوله كانت بتقوم بدور اكتر من رائع في عمليه نبز التعصب، كمان رؤيه حضرتك للجماهير، رساله للجماهير النادي الاهلي ونادي الزمالك وجماهير مصر عامه، رساله من حضرتك يعني حتى بعد اجواء المباراه اكيد هيكون في فائز وخاسر، لكن رساله من حضرتك لجماهير الكره المصريه بشكل عام. المشكله يا كابتن السوشيال ميديا مش هتقدر تسيطر عليها. انا عارف، احنا بنحاول يا استاذ يعقوب بنحاول. بس طبعا نتمنى من الجمهور ايضا انه يقتنع ان الماتش فيه غالب ومغلوب. صحيح. نتمنى ان للفريقين بصراحة تقديم مباراة مميزة، نتمنى من الجمهور الهدوء، أن يدعم فريق، أكيد ما في، نعرف أن ما في جمهور داخل الملعب ولكن خلف الشاشات، نتمنى أن في نهاية أن الواحد لازم يكون عنده قناعة أن الرياضة كذا، لازم نتقبل الوجهين للرياضة. صحيح. خسارة وفوز. صحيح. بس صحيح. يا رب على خير إن شاء الله، وفريقنا يفرح الملايين اللي مستنية إن شاء الله يعني إن هي تسعد بإذنك يا رب. أنا عارفة إن أنت عندك تغطية كما أقل من نص ساعة تقريبا على قناة أبو ظبي. أقل من نص ساعة. دي حقيقة، وعارفة إن في مفاجآت، وعارفة إن أنت دايما بنستمتع بصوتك يعني، بس إحنا واخدينه قبل ما تبدأ يعني صوتك اهو. انا اتشرف. احنا بنشكرك جدا. نتمنى لك كل التوفيق، مستنيين مفاجآت وتغطية مميزة كالعادة.
سيد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية. شكرا جزيلا لي. سعداء بيك. شكرا كابتن هاني. شكرا. سعداء بيك دايما، شخصية رائعة.